السلام عليكم تلاميذ الصف الثالث الابتدائي في درس الرياضيات. موضوعنا اليوم الفصل السابع الكسور، الدرس السابع خطة حل المسألة، صفحة 128 في كتاب الرياضيات. لاحظوا طلاب الشكل التالي: كم عدد الكرات المرسومة؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. من كرات مرسومة؟ ما الكسر الذي يمثل الكرات الحمراء؟ كم عدد الكرات الحمراء؟ 1، 2، 3. كم عدد الكرات كلية؟ 8. إذن ما الكسر الذي يمثل الكرات الحمراء؟ 3/8. ما الكسر الذي يمثل الكرات الصفراء؟ 1، 2، 3، 4، 5. هذه هي الكرات الصفراء. ما الكسر الذي يمثل الكرات الصفراء؟ 5 كرات صفراء، 5/8 من الكرات الصفراء. نأخذ مثال آخر. مسألة: إذا كان 2/10 من السيارات التي في الموقف خضراء، و3/10 من السيارات حمراء، وباقي السيارات بيضاء، وما الكسر الذي يمثل عدد السيارات البيضاء؟ لاحظوا طلاب، إذا كانت عندي مسألة وأريد أعرف عدد الكسر لازم أرسم. إذن الحل يكون بطريقة الرسم. أول شيء أشوف كم عدد السيارات الخضراء. 2/10 من السيارات الخضراء. كم عدد السيارات الحمراء؟ 3/10 من السيارات الحمراء. إذن عدد السيارات الكلي شقد؟ 10. والمطلوب من المسألة شنو؟ ما الكسر الذي يمثل عدد السيارات البيضاء؟ أبدي برسم مستطيل وأقسم المستطيل إلى 10 أجزاء. أمثل السيارات الخضراء 2/10، يعني كم سيارة خضراء؟ 2. السيارات الحمراء 3/10، يعني كم سيارة حمراء؟ 3. إذن ما الكسر الذي يمثل عدد السيارات البيضاء؟ هذه السيارات البيضاء 1، 2، 3، 4، 5، 5 سيارات بيضاء. إذن ما الكسر الذي يمثل السيارات البيضاء؟ 5/10 من السيارات البيضاء. في كتاب الرياضيات صفحة 128 الدرس السابع خطة حل المسألة. هذه المسألة شرحتها هي عدد السيارات الخضراء والحمراء ونجد عدد السيارات البيضاء. صفحة 129 مسائل. نبدأ بحل المسائل. هسا عرفنا انه كل مسألة لازم نرسم رسم حتى نعرف الجواب مال المسألة. اولا، وزعت المعلمة عددا من الأقلام على 3 تلاميذ. أخذ الأول 2/7 من الأقلام، وأخذ الثاني 1/7 من الأقلام. ما الكسر الذي يمثل ما أخذه الطالب الثالث؟ لاحظوا طلاب، التلميذ الأول أخذ 2/7 من الأقلام، والتلميذ الثاني أخذ 1/7 من الأقلام. أبدأ برسم رسم يمثل عدد الأقلام الكلي. كم عدد الأقلام الكلي؟ 7. إذن أرسم رسم مقسم إلى 7 أقسام. أمثل التلميذ الأول 2/7 من الأقلام، يعني كم عدد الأقلام أخذ؟ 2. هذا التلميذ الأول. التلميذ الثاني أخذ 1/7 من الأقلام. هذا التلميذ الثاني أخذ 1/7. إذن التلميذ الثالث كم عدد الأقلام اللي أخذها؟ عدد الأقلام المتبقية 1، 2، 3، 4. إذن أخذ 4/7 من الأقلام. جواب المسألة هو 4/7. المسألة الثانية: 3/8 من الكرات التي مع أحمد بيضاء، و4/8 الكرات زرقاء، وباقي الكرات خضراء. ما الكسر الذي يمثل الكرات الباقية؟
إذن أقسم: الكرات البيضاء هي 3/8، الكرات الزرقاء 4/8، والمطلوب عندي الكرات الخضراء. أبدأ برسم الكرات. كم عدد الكرات الكلية؟ 8. 8 كرات. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. 8 كرات. ألون الكرات البيضاء 3/8، يعني 3 كرات بيضاء. لونت الكرات البيضاء. ألون الكرات الزرقاء 4/8، 4 كرات زرقاء. كم عدد الكرات المتبقية الخضراء؟ 1. إذن الكرات الخضراء 1، والكسر الذي يمثل الكرات الخضراء هو 1/8. جواب المسألة 1/8. المسألة الثانية. الثالثة: إذا كان 2/9 الأزهار التي في الحديقة حمراء، و1/9 من الأزهار صفراء، وباقي الأزهار بيضاء، وما الكسر الذي يمثل الأزهار البيضاء؟ نبدأ برسم المسألة. الأزهار الحمراء هي 2/9، الأزهار الصفراء 1/9، الأزهار البيضاء هو المطلوب. أبدأ برسم الأزهار. كم عدد الأزهار الكلية؟ 9. أرسم 9 أزهار. هذه 9 أزهار. أمثل الأزهار الحمراء 2/9، يعني 2 أزهار حمراء. وأمثل الأزهار الصفراء 1/9، يعني زهرة واحدة صفراء. إذن ما عدد الأزهار البيضاء؟ نحسب: 1، 2، 3، 4، 5، 6. 6 أزهار بيضاء. إذن ما الكسر الذي يمثل الأزهار البيضاء؟ 6/9. جواب المسألة 6/9. المسألة الرابعة: إذا كان 2/6 من الطيور التي في الحديقة حمام، و3/6 عصافير، والباقي بط، هل الكسر الذي يمثل عدد البط أكبر من 1/3 أم أقل منه؟ نبدأ برسم المسألة. الحمام 2/6، العصافير 3/6، والمطلوب هو البط. أبدأ برسم شكل يمثل الطيور. مستطيل. كم عدد الطيور كلها؟ 6. أقسم المستطيل إلى 6 أقسام. هاي 6 أقسام. ألون الحمام. كم عدد الحمام؟ 2. هاي عدد الحمام. ألون العصافير. كم عدد العصافير؟ 3. إذن كم جزء متبقي؟ 1، اللي هو البط. إذن ما الكسر الذي يمثل البط؟ 1/6. هل 1/6 هو أقل من 1/3؟ نعم، أقل من 1/3. إذن طلاب، حلينا المسائل، والواجب هو حل المسائل صفحة 129 في الكتاب اللي حليتها هسه وشرحتها في مقطع الفيديو. مراجعة جدول الضرب. جدول الضرب للرقم 8. 8 في 0 0، 8 في 1 8، 8 في 2 16، 8 في 3 24، 8 في 4 32، 8 في 5 40، 8 في 6 48، 8 في 7 56، 8 في 8 64، 8 في 9 72، 8 في 10 80. ردد جدول الضرب أكثر من مرة. الواجب كتابة جدول الضرب للرقم 8 3 مرات في دفتر الرياضيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.